المعلومة كنز، لكن إدارة المعلومة هي الثروة الحقيقية. هو أحد رموز نظم البيانات والتدرج في مشوار العمل في مجال البرمجيات، تقريباً في كل التخصصات. يدرك ويقدر ويتفهم قيمة الوقت والمعلومة في المساعدة ودعم اتخاذ القرار. مهندس باسل مبارك، مدير عام شركة أوراكل إيجيبت. مبسوطين جداً أنه حضرتك منورنا في شغل عالي. ده حضراتكم اللي منورنا، وده شرف لينا أن أنتوا تشرفونا في المكتب هنا في أوراكل، وأتمنى أن أنا أبقى ضيف خفيف على السادة المشاهدين أكيد. بتوع برنامج حضرتك. احنا متأكدين رغم ان الموضوع صعب وتقيل ومش كل الناس فاميليير بي او مدركين فكرة المهنة دي او شغلانة البرمجة والعالم الرقمي الكبير الواسع، الا اننا مدركين انه العالم ده ليه قادة بدأوا فيه من سنين طويلة. أنا نفسي أسأل حضرتك عن مشوار القيادة بقى اللي بدأ من كم سنة بقى؟ مش عايزة كبارك يعني. لا يعني هو بدأ من سنة 88. ده كان أول بدايتي في العمل في المجال في مجال الIT يعني، أو الانفورميشن تكنولوجي. واستمر لمدة 8 سنين في شركة الجيزة للأنظمة لحد سنة 96، وبعدين من سنة 96 اتنقلت لأوراكل أوراكل إيجيبت. ومن ساعتها بقى، من سنة 96 لحد النهاردة، وأنا موجود في أوراكل وبتشرف إن أنا موجود في أوراكل طبعاً. بس حضرتك بدأت في مجال المبيعات ثم التسويق، صح كده؟ مظبوط. إزاي المجالين دول، أنا شخصياً من خلال لقاءاتي مع كتير من القادة بلاقيهم عامل مشترك في كل الناس اللي في الآخر بقوا في مواقع قيادية؟ مظبوط. اشمعنى؟ هقول لحضرتي، هو البداية دايماً بتبقى فيها تحدي. إنه أنا مهندس وتخرجت من كلية الهندسة جامعة القاهرة، وبعدين لما جيت ألتحق بالعمل يعني في شركة الجيزة، كانت الاختيارات مختلفة بين إن أنا أشتغل في مجال البرمجة أو السوفت وير يعني، أو إن أنا أشتغل في مجال المبيعات والتسويق. في الوقت ده كان الفكرة إنه يعني مش المفروض إن أنت تشتغل في مجال المبيعات والتسويق. مش وقتها ده. دلوقتي لو قلت حضرتك لأي حد اشتغل تسويق هيقول وتارجت وناس تضايقني يعني. فكرة الثقة للمجهود ده، وحضرتك عندك مهارة تانية تقنية. مظبوط. وهو هنا بقى كان التحدي. يعني ده كان التحدي اللي أنا أخدته على نفسي في الوقت ده، انه زي ما حضرتك قلتي كده، ان في اهداف وفي تارجتس وفي كي بي ايز مختلفه، مؤشرات اداء مختلفه. ما حدش بيعرف يترجمها دي، انا ما بعرفش اترجمها برضه. صعبه ومسؤوليات كبيره، وبتتطلب عمل مستمر وجهد جامد جدا، بالاضافه طبعا للجزء الفني، لانه ده كان مجال المبيعات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مش في أي مجال. فده كان بيتطلب أنك تفضل مواكب ومحافظ على المهارة الفنية بتاعتك، بالإضافة للتحدي الجديد ليك أنك تدخل مجال المبيعات والتسويق. والحقيقة برضو إحنا يعني ما أقدرش أقول أن أنا عملت كده من نفسي قوي، إنما كان فيه برضو نصايح لأساتذتي اللي أكبر مني. أذكر منهم يعني المهندس عيل بشير والمهندس صادق أباظة الله يرحمه. دول كانوا أساتذتنا اللي علمونا الشغل في الوقت ده في الجيزة للأنظمة. وبعدين لما اتنقلت الأوراكل بقى، كان المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات الأسبق كان هو مدير الشركة في الوقت ده. كانت نصيحتهم أنه لا، أشتغل سيلز 100%.